معنى الإيمان؟ الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ركن شرج ركن إيماني أو ركن بخمبر را إيماني بكن. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام. أم إنا دكين كي بخمبر خدي أونا قولن قديمة إنسان إنسانك رب العالمين يرات مش كرنا. ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. أم زنم بخمبر خالق عالمي أم قري ونا تشتيك ونا هاني أم وفر دار ناخن. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم. أم إنا دكين كي رب العالمين أونا شاندنا. وأيدهم بالآيات. رب العالمين أونا آيات شاندنا. وأنهم أدوا الأمانة. وانا امانتك رب العالمين ورا ده او جيش عندنا انسان ونصح الامه اكمل نصح ونصح الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ذبي خمر الحمد لله جشكي نصيحتي امتي اخرى كرنا بشريعتك والرهانينا او امانتك جيش عندنا انسان يان سنجي يان اخرجي بخمبري مع عليه الصلاه والسلام وبلغوا كل ما امرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه امزون كي بخمبر رب العالمين ورا تشي شاندي وانا جشك بلغاتي مبراكر مش تكسر خنا يشتن وجاهدوا بانواع بجميع انواع الجهاد والحمد لله وانا هاني جهاد شكيه جهاد جي تي انواع جهاد تشهنا وان انواع جهاد كنا اول الانبياء ادم عليه الصلاه والسلام بخمبر يكي حضرتي ادم عليه الصلاه والسلام واول الرسل نوح عليهم الصلاه والسلام بخمبر الرسول يكي اوجي حضرتي نوح خاتم الانبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاه والسلام بخمبر ان اخرجي او بخمبر ما عليه الصلاه والسلام كل من ادعى النبوه او الرساله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب والله وكافر كفرا اكبر كيجن انسان بي مرب بخمبر مرا تركب بيجا اس بخمبرم يدا بيجا مش خلق علم بخمبرتي رساله كانيه او كذبه يعني وركه و كافره كفر مازن بقى